بعد حمزه الحمادي رئيس ديال الفريق، ومرنا في شي ظروف صعيبه من المدرب اللي تمدت المهمه حتى ديال المدرب، المدرب والرئيس. واخا القضيه كانت صعيبه شويه ولكن الحمد لله وفقنا الله عز وجل، كانت الاستعدادات ممتازه بزاف. كيفاش تشوف المقابله النهائيه اللي تنتظركم في مراكش؟ هي ان شاء الله حنا تنوعدوا الناس تاع زاكورا هذا العام، البدايه اول اجتماع قلنا الناس تاع زاكورا هذا العام لعبنا على الطلوع وغادي نلعبوا على الطلوع ان شاء الله، ما عادش غادي نشوفوا الطلوع ان شاء الله. شباب كيف تشوف المقابله ديال النهايه؟ اش توعد الجمهور ديال زاكورا؟ ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم.